أيام قليلة بتفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، وأكيد رح يتغير هيك نظام غذائنا ومواعيد الوجبات الأساسية، وهالتغيير رح يكون التأقلم معه ممكن يكون صعب بالبداية قبل ما يتعود الجسم تدريجياً على فكرة الصوم. لهيك من الضروري أكيد نعمل بعض الخطوات يلي ممكن تساعدنا لحتى نهيئ أنفسنا للصوم، ورح نعرف أكيد أهم هي الخطوات مع ضيفتنا اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يعني بشكل عام قبل رمضان الواحد يمكن في كثير ناس مننا هيك ما بيقدروا يصحصحوا الصبح يلي يحطوا فنجان القهوة ونسكافيه وكل هي المنبهات اللي احنا بنحبها لحتى نبلش نهارنا، فأكيد بفترة الصيام أكيد ما رح فينا ناخدها ونستغني عنها. فشو هي الحلول لنقدر نعود حالنا هيك بالتدريج من هلا، يعني للصيف في كم يوم عن جد ثبتوها فنقدر هيك انه نعود حالنا انه جسمنا كمان انه خلص حنوقف كافيين ونفوت بالصيام وبالشهر المبارك؟ يلا بالفعل هلا من اليوم يبلشوا، يعني هلا نحن قبل شيء 3 أو 3 أيام 4 أيام تقريبا مشان نبلش الساعه البيولوجيه. اي انسان بتعود على فنجان قهوته اليومي مثلا بياخذها بين 9 و10 حيزيحها شوي للساعة 1 الظهر تماما، يعني بغض النظر خرم عليها ما في إشكال، بيحط سكرة نعناع أي شيء لبين ما يبلش يزيح الساعة البيولوجية للكافيين. على اليوم الأول برمضان ما بيحس بوجعة الراس تبع الصيام ولا أي شيء. النقطة الثانية نبلش بقى نزيح، هلا نحن اللي حيقدم المغرب تقريبا 7 إلا ربع أو أي شيء، إذا نحن بنتغدى على 5 نبلش نزيح الغداء تبعنا إزاحة، فقط إزاحة، يعني ما حس شيء علينا نحن، خاصة نحن هلا لسه مفطرين تمام. الوجبة الأساسية تزيح 3/4 ساعة ما فيها شيء، بكل هدوء ما بنلاقي شيء تغير علينا. الفكرة الثانية غير إنه الكافيين والأمور هيكلياتها، حنبلش نعود حالنا على شيء اسمه البوتاسيوم بالليل. البوتاسيوم بالليل بخفف أي شيء اختلاف للسكر الصباحي. هاي المعلومة اللي جاي نحكي عليها اليوم، إنه أنا أرفع البوتاسيوم الليلي مشان أنا ضل إني أنا لا أعطش لا أتعب لا عصب لا أي شيء. ما بتلاقي إنه عم يمرق رمضان ولا حاسة أساساً لا بجوع عزيز. لا بتعب لا عطش. فشو يعني البوتاسيوم الليلي؟ نبلش نوقف الخبز ليلاً ونبلش على الموز والبردقان. هذا حيصير عنا السحور الحارق اللي هلأ حنحكي عليه كمان بعد شوي. هذا بجداً رائع جداً لاعتدال منسوب سكر الدم الصباحي، وما يحس الواحد عندك يا لا بدوخة ولا بتعب ولا بقلة تركيز. البوتاسيوم جداً رائع، هذا حيعطينا دفعة كتير حلوة لشهر رمضان. قديش حلو، يعني هيك انه الواحد اكيد يتهيأ لهذا الشهر الكريم ويقدر مثل ما قلنا، يعني هو الصوم مو انه الواحد اكيد يتعذب ويعاني ويقضي الشهر كله حنستفقده على فكرة زراح، يعني بس كل ما هنالك بيعملنا اكشن بحياتنا انه ساعاتنا تبع الاكل تغيرت، جمعتنا تمام. حلوة يعني بيتغير النظام. طيب هي خربطت النظام، يعني نحن كيف لازم قبل؟ هلا حكينا على الكافيين، حكينا انه ندفش الوجبات شوي، وجبة الغداء تحديدا. كثير في اشخاص خلينا نقول ما بيعني لهم كثير الاكل عقد ما بيعني لهم المي. صح. يعني في ناس بتضايق كثير مثلا من قله شرب المي، انه انا عم اقضي ساعات كثير طويله انا للسبعه المساء لا اقدر اشرب مي. موضوع المي كمان قديش نحن بنقدر شوي ننظمه قبل ما نبلش بشهر رمضان؟ شيء كثير حلو. هلا انا الفكره الاساسيه انا بقول كان برمضان ولا بشعبان ولا بشوال ولا باي شهر بالدنيا كلياتها، المي عندك ياها لا تستنى تعطش لتشرب. يعني هذا الموضوع، ومو مع الوصفات الصينية والهيك، مثلا واحد وزنه 50-60 كيلو يشرب لي 7 لترات مي، لأنه المي إلها منسوب وإلها أعضاء بالجسم بيخرجوا الفائض منها فبتجهد أنت هيك أعضاءك. صح. أنا بقول قاعدة المي، عندك كل 10 كيلوغرام تحتاج لكوب، وزنك 60 بدك 6 أكواب، وزنك 70 بدك 7 أكواب، 100 بدك 10 أكواب. هي كيف تماما لكل شيء له متطلباته نفس الشيء، ما بيصير واحد بده منسوب المي تبعه مثل الجسم الثاني طبعا. هلا الفكره انت ما بتشرب بتعتمد على هالموضوع، بتستنى لكلويك تولول او شيء يصير عندنا التهاب لنتذكر المي. الفكره ان انت تحط المي قريبه منك مع عصره ليمون، هي بالنسبه لك تحسها انها هي شيء فريش لك تماما. فكل هي شرفات المي كثير حلوه. هلا لتخفيف العطش برجع بعيد على وصفه البوتاسيوم، انه انا بصير عندي بالموز والبردقان طرد لمنسوب الاعلى اذا كان عندي فائض بالصوديوم تمام، فبيخليني طلبي للمي خلال فتره النهار ما اعطش. ونفس الشيء وقت بيقدم المغرب، هلا لساتنا نحن مفطرين، نبلش نعود حالنا على شرب المي الليلي
تماما نشرب كميات اكبر ويعني قلل الصباحي، بس انت عندك يا تكتر شوي منسوب طلب الليلي تبعك باليوم فهذا كثير بيفرق. بس حكيتي شغله كثير حلوه اللي هلا كثير رح يعاني منها اخي المدخن، يعني نحن شو بدنا، هذا مو المي اللي حتنطلب هلا، مين الاول 4-5 ايام بيعانوا منها؟ اخواننا المدخنين. فاي انسان بيدخن تماما، لنفرض عنده سيجارته الصباحيه اللي بيفتح فيها صباحه على الريق، في ناس كثير بتدخن على الريق وهذا جدا غلط، بياخذ عندك يا شويه مي وليمون ونعنع بيكون ناقعهم بالليل تماما، بيشربها قبل سيجارته وبعد سيجارته مشان تخفيف الطلب الصباحي للنيكوتين. فشوي شوي هي بتطرد المخزون النيكوتيني بالكبد، بركي بيضرب عصفورين بحجر يعني واحد كمان بركي بينساها بيتعود بلاها حتلاقيها حيفطر عليها اذا بدك يعني عذرا. انا بعرف كثير حالات يعني بيفطر وما بيصدقوا الا هي اول 3 ايام 4 ايام ما تحاكي مدخن ديري الفي على اليمين ونستغرب يعني وقت الواحد مثلا بدل ما انه يشرب كاسه مي وقت بايدين مثلا او ياخذ أو تمره او كذا بتلاقيه شعل سيجاره، شرب السيجارة خلصها بعدين توجه لل ما بلومهم عزيزتي لأنه أنت ما بتعرفي جهازهم العصبي شو وضعه، بس بعد رابع يوم أبدا ما بتصير هاي الحالة. طيب دكتورة يعني في أطعمة يمكن كلاتنا بنحبها الجانك فود وهي القصص يعني للأسف هي أبدا ما لها صحية، وفي يعني لنحضر جسمنا للصيام هلا قبل شهر رمضان، شو هي الأطعمة بهي الفترة اللي نحن لازم نتجنبها ونبعد عنها نخفف منها تدريجيا مثلا لحتى نفوت على الصيام ونحن جاهزين جسديا لهذا الموضوع؟ هلا لاستقبال الشهر الكريم أهم شيء تقطعي العجين قبل 4 أيام حتى ما يصير هبوط سكر عالي، والنقطة الثانية ما يصير نزعان بالمزاج شوي. مادة العجين مادة من أكثر المواد السامة الغذائية اللي ما بقدر أنا أحد أحكي لك سنة ونص عليها قديش مؤذية، المعجنات بالذات وبيشملون الخبز. يعني أنت إذا بتاع عندك بتقطع رغيفين تماما حاول تقطع رغيف حاليا بهال4 ايام يعني بهالنسبه هي. نحن مشكلتنا انه نحن الخبز هو قوتنا اليومي، بدي احكي للعالم انه اقول لهم انه هذا، بس انت ما بتتخيل انه الخبز ليلا قديش بيعمل مشاكل بقولونك، قد هو عباره عن سيكوتين باي اكل بدها تمرق بيلزق لك الاكل. اذا بدها تعدي ب8 ساعات بمنطقه القولون السفلي بتعدي ب14 ساعه من وراء الخبز، فما بالك اذا عجين اذا بيتزا اذا اكل فيه هي اكل رمضان كله هلا معكرونات وبرك وهالامور هي. انا مو ضد القصه هي بس يعني الفكره الاساسيه خذ المعلومه ومو كل يوم تزرعها هي بصفرتك، يعني في بدائل كثير غير تكون هذا أساسية. هذا العجين ثم العجين ثم العجين، كل ما بعدت عنه كل ما كسبت جهازك الهضمي، جهاز الهضمي نضيف جهازك المناعي تزبط، فهالامور هي كلياتها مزاجك مع الطلب، الامور انت حميت حالك من عامل التهابي رهيب، قديش نحن بننبه من السكر الابيض، العجين امر يعني وامر يعني هذا هو اصلا بيتحول لسكر دكتور كله هذا رافع للانسولين، لكن مشكلته بيحتوي على ماده اسمها الجلوتين، هذا الجلوتين هي الماده هي البروتينيه السامه بتروح المزاج بتخلي التركيز اقل، تستهلك اكسجين الجهاز الهضمي، فبيصير الجهاز الهضمي بيطلب اكسجين من عضله القلب عندك اياها اكثر من الباقي، يعني تاخذ العضو بتعمل الخمول الرهيب. يعني هلا بيسالونا بشهر رمضان المبارك اكثر شيء بنعاني فيه النفخه والغازات والخمول قبل ما نروح نطلع على التراويح، الخمول ياتي من المخبوزات. يعني انت اذا ما كل ما قللت عنصر القمح بصفرتك هلا مو الرز ابدا لا ينافس القمح، مع انه نحن بدراستنا بنقول لك القمح الكامل والهي لا عاد في شيء كامل ولا عاد في شيء ناقص، اذا بتقدر قد ما فيك تخففه بصفرتك فهو هيك، لكن نحن ببلادنا التسائي يعني نحن كثير صعبه يعني صعبة. انا ما بدي اكون افلاطونيه بالوصفات، انا انسانه واقعيه تماماً. وانا باكل مثلي ومثل اي واحد مشاهد عندي، لكن مو كل يوم ازرعها. يعني انا اليوم اللي بقدر اني انا اتنازل عنها هي طبق رز مع شويه تزبط تزبط يعني بس منعود اسحب حالي. اسحب لي عنصر العجين من اكلها. طيب دكتوره هيك ختاما لانه كل الناس هلا يعني هلا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كله الناس كلها عم تسال شو بدنا نطبخ، بلشوا عطونا قوائم بلشوا عطونا اكلات، يعني هيك الناس الحمد لله راجعه اكيد شوي الى همه على انه تحس بالعيد وتحس بالصيام صح وهيك صح. ولكن اليوم الحال ما عاد مثل قبل يعني صح. اليوم اللي كان يعمل 3-4 طبخات ما عاد يعني رجاء يعني والله انا التنمية. يعني هذا اللي بدنا نحكي فيه دكتوره انه نحن اليوم شو بننصح الناس كشيء اساسي لازم يكون موجود على سفره رمضان
خلينا نقول بدون تبذير واكثار من الاصناف الموجوده. والله بنصحهم ببساطه الصفره، كل ما كانت الصفره بسيطه كل ما كانت مغذيه وعاطيه طاقه لليوم اللي بعده. ما راح اقدر احكي بهالظروف الحاليه، يعني ان شاء الله حنكون بحكي بوصفات بسيطه يعني تكون فعاله بتعطي طاقه وهالامور هي، لكن كل ما انت عملت صفرتك بسيطه كل ما قللت نشويات ورز وشوربه وهيك صنفين بكفو حاول تلاقي تحط اللذة فيهم، يعني انا ما بدي اكل طبي بسفرة رمضان نشافي. يعني مو اكل مسلوق وخالي الدسم، لا انا مع ينحط شوية يعني سمنة بالطبخ، مع اني انا انت تحط توابل، مع انك انت تاكل اكل لتشتهي انت تشتهيها، لا هي مكافأة لك بعد النهار، هي ابدا ما مع الاكل الخالي الدسم وقليل الدسم وتاكل مسلوق اطلاقا انا مو تعذيب. فهذا القصة هيك بسيط تكون البسيطة، اصحاب يا اخي عنصر العجين من الصفرة الكول الكميه اللي انت حاببها، نوع لا تحط قواعد انا ولا حط كالوري وآلة حاسبه على السفره. الفكره الثانيه قوم قبل شبعك بشوي. بالنسبه للعصائر حاول انك انت تاخذ شويه عصير بس ما كثير تكثر تضرب التلت، يعني انت مسمح لك تلت، حسيت حالك عم تبلش وتغرق حالك بالهي، عرف حالك انك هلا البطن تقدم عندك 3 سم لبعد 7 ساعات ليرجع لك سنتي منه. فهي الامور هي كلياتها داري على شمعتك بتعيد بتصير عندك تستلز وبتصير الاكل توازن، التوازن بامورنا اهم شيء. اهم شيء هو لحالها صفره رمضان حتكون هالسنه متوازنه كثير. صحيح صحيح، يعني هذا عن جد هالسنه عن جد مو بكيف حدا للاسف، فان شاء الله هيك عن جد يكون شهر خير على الجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. يكون عن جد شهر خلينا نقول هيك في رحمه وفيه رحمه وفي فرج باذن الله، متأمل الفرج باذن الله تعالى وللشام كلها ولسوريا كلها. شكرا كثير دكتوره وينعاد عليكي بكل خير. شكرا لك دكتوره ويسعد صباحك. يا اهلا وسهلا.